يا زينة. ايوه يا حبيبي انا هنا. ازيك؟ ايه كله تمام؟ كله تمام، بس انت عارف كريمة لما تبقى في المطبخ ما بسيبش حد يمد ايده في حاجة. روان مش هتقولي بقى انت مخبي عليا ايه؟ الوكل يا زينة عشان نفتح ونفس بعض. ربنا يخليكوا لبعض. كويس ان انت جيت. بص بقى، انا قطعت العجل كيلوات وحطيتها في اكياس عشان كل البلد تاكل وتنبسط. عايزك تشوف لي حد امين كده عشان يفرق اللحمه دي على الناس. حلو جو جو جو. يبقى فتحي. مين فتحي؟ امر لله، بس نبه عليه ما ياكلش منها حاجه. حاضر. كلمه لي بسرعه، انا حاجه اشوف الرقاق. ماشي يا ماما وانا جايه وراكي. طيب يا حبيبتي. شكلك هتبقى الكبيره يا زينه. انا طول عمري كبيره في اي مكان بروح له، ولازم ابقى رقم واحد. صح، عليا النعمه من نعمه ربي. صح، حتى قلبي. انا هروح ابص على الاكل. ماشي يا ابوي. اهدي حسن. ايه يا ولد ابوي؟ قلت رايح على نتيجه. وماله؟ تعملي مع عادل؟ انساه النهارده. النهارده لينا احنا وبس. بقول لك ايه، اوعى اكون قلت لهم ولا جبت سيره. تصدق انا شاكك فيك. حقك الصراحه. يا زينب الوكل. يا زينب. يا حسن، امك مأكده علينا، قالت الشوربه دي ليك ومحدش ياكل الكبده غيرك. اه والله انا بحبها فعلا. حسن، انا محتاجه لك قوي انت ومروان. في ايه؟ في قضيه ماما. كريمه دي زي امي واكتر. انت فاكره ان انا ممكن ارتاح ولا يهدى لي بال وهي جلجانة أو تعبانة؟ طب قسماً بالله لو حصلت أدخل السجن بدلها لأعمل كده. أنت بتقولي إيه؟ بجد يا حسن؟ دي مجنونة. كريمة دي لو طلبت عمري ما تأخرش عليها. يلا روحي بقى المطبخ اتعلمي لك أي حاجة. ماشي. خلي بالك من البطاطس اوعى تتحرق منك. وأنا كمان بحبك يا حسن، وبعتبرك ابني يا حبيبي. في كلام كنت قلتهولي، بس أنا وقتها ما كنتش فاهمة ولا عارفة أنت تقصد إيه. دلوقتي بس عرفت إن أنت كنت على حق يا حسن. إيه الكلام اللي أنا قلته؟ قلتلي إن أنت هتقول لولادك إن أم كريمة كانت بتحب أم كبريلة، وكانت بتقف جنب منها وتساعدها، تأكلها وتديها الدواء وهي تعبانة، والاتنين كانوا بيحبوا بعض. وقلتلي كمان إن أنت هتقول لهم إن العيلة دي كلهم يدهم في يد بعض ومحدش هيقدر يفرق بينهم، ولا في حد فيهم هيدي ظهره للتاني. أنت كنت صح يا حسن، أنت كنت صح. الفراخ هتتحرق. عادل فين؟ مش هنا، خرج. طب واحنا قاعدين هنا بنعملوا ايه؟ بصي انا اتفقت معاه ان محدش فيكم هيخرج من هنا، بس لو اتفقنا تمام. تعالي. ما ينفعش كده، ما ينفعش نأمن لعادل خالص بعد اللي عمله معانا ده. ايوه احنا لازم نخلص من عادل. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. بس من غير ما نخسر عجله. وعجلك يوزن بلد. بس كيف؟ ريتيل. ريتيل لو عرفت ان عادل هو اللي ورا قتل ابنها مش هتسكت، ولا حسن كمان هيسكت. نعيمة هي اللي قتلت ابن ريتال. اه والله، نعيمة هي اللي عملت كده. وعادل وبدري هم اللي وزوها انها تعمل الحركة ديت عشان يسلموا حسن، وزينب هي اللي تلبس الموضوع، وساعتها يبقوا خلصوا من حسن ومروان في نفس واحد. طب وخلصتي من نعيمة وحسن يدخل السجن ومروان يبقى لوحده من غير أخ يسنده؟ صح. بالظبط. بس أنا لو رحت قلت لريتال الكلام ده مش هتصدقني، عشان عارفة إني بكرهها وعايزة الدنيا تولع حواليها. بس لو نادية هي اللي راحت هتفكر في الموضوع.
بس كده عينيا، ده انا من زمان بحلم باليوم اللي اشوف فيه ولاد عبد الحكيم في السجن. امال فتحي فين؟ لسه ما جاش، كلمته في التليفون قال لي مش هقدر اجي غير لما اخلص اللحمه اللي معايا كلها. ربنا يبارك له. الله، وامي فين؟ تعبانه شويه ونايمه فوق، وقالت كلوا انتوا. ان شاء الله بعد ما نتغدوا نطلع كلنا كده بربطه المعلم نطل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يجمعنا دايما على الخير. يا حبيبي. ايه يا اما كريمه فصصي، الناس دول مكسوفين. دول بيتكسفوا. ودي يا اما. دول عينيهم قد البقره كده. محدش هيجيبهم من هنا الا لما الوكل ده يتمسح مسح. مروان، ايه اللي كنت عاوز تقوله لنا يا حبيبي؟ مش لما نبلع اللقم الاول ولا ايه؟ ما تقول لهم يا مروان، خلي نفسهم تتفتح. اكتر من كده ده احنا نطشر. لا يا مرات عمي، لو عرفت اللي هنقوله نفسك هتتفتح وهتبقى سعاده الدنيا مش سايعاك. ايه اتجوزت يا حبيبي ولا ايه؟ يا ريت. لا والله، بس انا عارفاك بتحب المواضيع دي زي عينيك. قول قول ما تتكسفش. لا يا ست ريتال، ما اتجوزتش بس هيحصل. ايه؟ انتوا فاكرين الفيلا اللي على مصر كنت بزوركم فيها؟ لا دي تتنسي يا مروان. دي كانت فيلا تشرح القلب. انا كنت بحبها قوي. بابا قبل ما يبنيها كان بياخدني انا وريتال نلعب في الجنينه هناك، وانا على طول كنت اروح معاه وهو لسه ما بنيهاش، واقول له يا بابا هتبنيها امتى؟ يقول لي قريب ان شاء الله، لحد ما بناها. وكل واحده فينا كانت واقفه على ايد العمال، وانا اللي اخترت العفش، وانا كمان اخترت الوان الحيطه، وانا اخترت التحف وكملت ظبطت الجنينه. هي لازمه الكلام ده يا مروان دلوك؟ اللي راح راح. وايه اللي راح راح؟ مفيش حاجه راحت يا عمتي. الفيلا رجعت تاني. ايه؟ ايه؟ زي ما بقول لك كده. بجد يا حسن؟ الفيلا وكل الفلوس اللي اتنصب على عمي فيها رجعت تاني. لا غريتي. ما بعرفش يا ابني. لا غريتي انت يا عمتي. اللهم صل على النبي. ربنا يجعل عيالنا كلها فرح. امين يا رب. يا رب تكرم يا رب. الحمد لله. ايه؟ يلا ايوه ايوه يلا يا شباب، ربنا يخليك. كبري يا جوجو، جيتي ولا ايه؟ والله عندك حق، الواحد لما بيحس ان هو باله رايق ومستريح ونفسه حلو النوم بيبقى سهل قوي. البت زينب عايزه تلم العيال حواليها وتعمل عيله، ومروان وحسن عاملين زي السد لما يجي الطوفان، وسند لما الدنيا تميل بالواحد. العيال يا اختي بيعلمونا اللي احنا معرفناش نعلمه لهم. عارفة يا جبرية، يا وليه سايباني بكلم نفسي؟ جبرية جبرية جبرية، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا شيخة حبتيني. فيا يا ولية ما بترديش، فكرتك موتي، خفت لا يتهموني فيكي. انت بتفولي عليها وبتصرخي في ودني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، خطتيني يا اختي وانت فوقتيني.